السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم جميعا يا أجمل متابعين للبرنامج الأعظم أسيست. أهلا وسهلا. قبل الترحيب والتهليل يا سلام، اللايك اللايك يا جماعة، نبغى 1500 أرجوكم. ترى ما وصلنا الحلقة الماضية، ما وصلنا الحلقة اللي قبلها، جابوا عشان فيكم يا الربع تكفون. نبي 1005 يا جماعة الخير، بنفتح السوم. الجولة الثانية يا عبد الرحمن تبدأ وتنطلق، مباراة اليوم الأهلي والنصر. سؤالي، لا يوجد تشبع كروي قبل الأهلي والنصر، خلنا نروح قبل النصر والنصر والفيحة، خلنا نروح لمباراة الأهلي. هل الفتح عقدة للنادي الأهلي؟ الموسم الماضي كسبان 5، اسأل الأهلاويين. الموسم الماضي كسبان 5 في هذه المباراة. أنا أوجه سؤال لكل الأهلاويين في المملكة، هل الفتح عقدة للنادي الأهلي؟ ويعرف مفتاح النادي الأهلي خصوصا في بداية الدوري، تتكلم عن الموسم الماضي وتتكلم الآن. يعني الموسم الماضي أنا أذكر الأهلي كان ماشي كويس إلا من بعد مباراة الفيحة، الفتح معليش. أنا اليوم ضيع، هذا سؤال أوجهه للأهلاوية. نومي اليوم وسط معليش. طيب قبل لا نبدأ عبد الرحمن، منصة إحسان الرابط الأول، ادخل تبرع قبل لا تبدأ أي حلقة، خذ ريال اكسب دين ودنيا. الله يرزقكم، الله يجزاك خير يا عاصم. نبدأ بسم الله، نبدأ ونقول اللي ما ينقال يا سلام. بسم الله. مباراة الأهلي والفتح. يا سلام، بوصف 9 دقائق عبد الرحمن. احنا الحلقة الماضية كان الجماهير أعجبت بهذه الفقرة، بمعنى لما نحط وقت إنه إيش نعدل بين الفرق، عشان ما تقول أنت عطيت وقت زيادة للفريق الثاني. يا سلام، 9 دقائق. بسم الله نبدأ. 9، يا سلام على الحيادية. طيب الأهلي والفتح، يا سلام. تقعد مع أي، اتركني من ملعب من تشكيلة من أي شيء، تقعد مع أي أهلاوي، ليش اليوم خسرته قدام الفتح؟ كيف شو نسوي؟ والله لا عندنا لا مهاجم ولا جناح. يا سلام، كيف جناح؟ طيب والله يا أخي مشينا ماكسيمان، شلون تمشي ماكسيمان وما توفر البديل؟ يا سلام، أنت كذا ظلمت اللاعب فيقة، وظلمت النادي الأهلي، وظلمت اللاعب ماكسيمان. يا سلام. فاليوم هل فعلا الأهلاوي يشوف أنه هذا هو السبب الرئيسي ولا طبعاً لا؟ طبعا باقي على فترة الانتقالات تقريبا حول 5 أيام 4 أيام. الأهلي يمشي لاعب، لو أنك خليت أنك على هاللاعب أحسن لك، إذا أنت ما تبقى جايب بديل. يعني من أفضل ماكسيمان ولا سمحان النابت؟ ماكسيمان. من أفضل ماكسيمان ولا ثيقة في الجناح؟ ماكسيمان. مشكلة يا أخي، خلينا نتكلم عن المباراة. الأهلي نفس الرسم اللي دخل فيه المباراة الماضية، نفس الأسماء، نفس التشكيل ضد العروبة. وش قلت أنا في الحلقة الماضية يا أخي؟ شف، أنا شيء يقهرني صراحة، كل الاستواد التحليلي الطب للأهلي. طبعا أنا دائما لما أحلل ترى يتقمص شخصية المحلل اللي يشجع نفس الفريق، عشان أطلع أحترق شوي. يا أخي كل الاستواد التحليلي، والله الأهلي هذا قادر، مو ينافس بس قادر يجلب المركز الثالث الثاني. لا، الفريق ممتاز بس يحتاج إنه يدعم مهاجم مثلا. يقولون يا أخي النتيجة الماضية نتيجة خداعة ضد العروبة. ليش خداع؟ كسبان طيب وانتهت المباراة والأهلي فاز. المشكلة واضحة في الفريق، مشكلة الأهلي واضحة في الفريق، والمشكلة إنه هذه المشكلة تحتاج أن تحل بسرعة، لأنه لا يوجد مدرب خبير يمتلك. شوف دائما الحين لو تلاحظ المدربين العمالقة في الكورة، إذا عنده مشكلة يقدر يحل أو يغطي لك. إذا عنده مشكلة في التدعيم، أسماء، يقدر، عنده خبرة، عنده أفكار. بس مدرب الأهلي مدرب ما يقدر يحل لك هالمشاكل الكثير، فلازم أنك تعطيه لاعبين عشان تحل المشكلة. ودائما الأفكار الهجومية تعتمد على جودة اللاعب، الفكرة الدفاعية تعتمد على الجماعة، لكن الفكرة الهجومية تعتمد على الفرد قبل الجماعة. ممكن أنا ما أحط فكرة لكن أحرر اللاعب وأعطيه وقته ومساحته. إنشلوتي هذه مدرسته، أني أنا لما أصل الثلث الهجومي أنا أعطي الفرد حريته في الملعب، خلوه يتصرف زي ما يكون. فالقضية إيش؟ جودة اللاعب في النادي الأهلي. وأصلاً المدربين، معليش، حتى اليوم أنا أكثر ما قهرني في مباراة الأهلي ومباراة النصر تصريح المدربين، صادمين إجداب التصريح. إيش قاله؟ وش التصريح اللي سمعته؟ تصريح مدرب الأهلي، كنا مسيطرين على اللقاء ولم ننهي الفرص. أي فرص تتحدث عنها؟ وما طبيعة الفرصة اللي أنت تصنعها؟ ما طبيعة الفرصة اللي يصنعها؟ هناك فكرة في النادي الأهلي وحيدة يصنع منها فرصة، لكن الفكرة نصف، هي نصف فكرة. الآن أصلاً أسلوب النادي الأهلي أصبح معروف، كرة لرياض محرز على الغائم الثاني عرضية، وهذا اللي شفناه اليوم. طيب الفكرة نقدر نوصل لرياض محرز الكرة،
المشكلة أنه رياض محرز ما يحصل أريحيته في بعض المواقف، لأن الفكرة معدومة، عناصر تطبيق الفكرة مش موجودة. أنت تحتاج طبعاً بلان بي، بلان سي، ما فيه. طيب خلينا ناخذ المباراة. طيب الآن بكلمك يا عاصم عن التشكيلة، تمام؟ 4-2-3. هل التشكيلة هذه، تعالي بمنطق، هل التشكيلة هذه في ظل ظروف نادي الأهلي الآن إنه ما دعم بصفقات وإنه على هالأسماء، أفضل تشكيلة؟ أفضل. لأنه البعض يجيك يتفلسف يقول يا أخي أشرك سميحان النابت من البداية، خل فيجا خلف المهاجم، خل فيرمينيو بخبرة المهاجم، إيش رأيك بهالكلام؟ لا هذه أفضل تشكيلة أنا أشوفها صراحة. ممكن فكرة سميحان وفيرمينيو هو مهاجم، وضع المدرب خلاص اقتنع أنه فيرمينيو ما ينفع إلا خلف المهاجم، مع أنه هذه من أسوأ مباريات فيرمينيو، وراء شيء الفيرمينيو يخسر كل الالتحامات، لم يسدد ولا كرة على المرمى، لم يخلق أي موقف هجومي للنادي الأهلي، وعل ذلك المدرب يحاول أنه يضعه في مكان أريح له. لا طيب خلنا الآن نتكلم عن الشوط الأول. أنا شدني شيء عاصم بالشوط الأول صراحة، نشوف فيه كأنه حاب العمق، أشوفه يدخل للعمق كثير، ومرات نشوف فيرمينيو يذهب لمكان فيجا، ومع ذلك نشوف فرص من نادي الفتح في خلف، أو خلنا نقول على الجناح، على الظهير الأيسر طبعا نادي لما الفتح. لما نتكلم عن الجهة اليسرى لنادي الأهلي، هنا فعلا جهة ميتة تماما على الشقين، شق الهجومي والدفاعي. خلينا ناخذ فكرة الفتح. طبعا الفتح في المباراة الماضية خسران 3 ضد القادسية، يعني الفتح جايك من خسارة، لكن لاحظ انه الفتح عارف فكرة النادي الاهلي فقرر انه يسكر على هذه الفكرة فقط. لو اطلع بتعادل ممتاز. وش هالفكرة وكيف تعامل مع نادي الفتح؟ لو نلاحظ انه الفتح لما يدافع بشكل عمودي في مساحات بين الخطوط، لكن بشكل افقي ما في مساحات. احنا نتكلم عن المساحات اللي ممكن يضربها النادي الاهلي، بمعنى الكره الان الاهلي كانتشار مجرشي طالع كلاعب جناح، محرز ماخذ وضعيه انه راجع يكشف الملعب كامل عشان هو يكون اللاعب الممرر، فيرمينيو، دارسي، فيجا، اللاعب بسام الحريجي، وكالعاده قلوب الدفاع كيسي دائما يكون قريب من اللاعب محرز، وزياد الجهني دائما يكون مان تو مان على سفيان بن دبكه محور الفتح. ولو نلاحظ نجوم الفتح في المباراه سفيان بن دبكه، نوح الموسى، وقلوب الدفاع نجوميه المباراه انا اشوفها نار. هذا وش يبتهل لك عليه؟ الدليل انهم هم مغلقين الماء والهواء على كل لاعبين النادي الاهلي. ها يا اخي شوف انتشار النادي الاهلي، هل هذا انتشار جيد؟ شوف الانتشار انت الان. لا مش انتشار جيد. اصلا حتى لو فيجا يستلم الكرة على طرف الملعب، فيجا استلم 5 كور تقريبا في خلال ربع ساعة، اول ما يستلم الكرة ياخذ تكة كذا ويرجع الكرة يا لزيادة جهني ولا الكيسي. معناه ايش؟ ستايل اللاعب مش ستايل اللاعب. لا يلام، مش لاعب طرف ولا يلام، يحب انه يلعب في عمق الملعب. تمام. طيب كيف حلها المدرب؟ في الشوط الثاني وظف اللاعب اكثر كلاعب بدون كور، بمعنى انه يسقط، يحاول انه الفتح نارو جدا ضيق، فبالتالي هنا في مساحه، فبالتالي انت يا فيجا انت مش مطالب تدخل جوا، لا انت حاول تطلع على الطرف وتطلب الكره لانه رياض محرز حيلعب عليك. وشفنا فرصه للنادي الاهلي، غير التوظيف. لكن انت غيرت التوظيف بس انه بيخدمك الفكره، يعني على الاقل انت لما تظهر في هذه الفكره افضل، لانك انت اصلا لما يلعب في الفكره الشوط الاول ميت اللاعب اصلا. وحتى قضيه اللاعب اللي يلعب خلفه، دائما في كره القدم ترى الترجيع كويس، ترجع بلاعب مو بمركز وممتاز عشان يخدم لاعب ثاني، عشان نخدم لنا فكره جماعيه. بس المشكله انه رجعت في المكان اللي خلفه اللي هو بسام. هل هو ظهير يفتح الملعب؟ يقدر يستلم الكرة في الخط كامل ويلعب كرة عرضية؟ لا. أو أنه يخترق؟ لا. لا أصلاً مش مركزة، ولو أنه هذه كخصائص ممكن يلعبها العمار، لكن عمار عنده مشاكل على مستوى الارتداد، مشاكل بدنية، مشاكل كثيرة، مش اللاعب الظهير. فلذلك لو تلاحظ أن الأهلي يدخل بقوة على متعب الحربي، هو فعلاً احتياج، ممكن هذه الفكرة تنجح، لكن انت اصلا الجهة كاملة معدومة تماما على المستوى الشقين، فبالتالي بسام حريجي ما يدري وين يوقف في حالة الصعود للنادي الاهلي، فبالتالي كل الضرب من هذه المساحة. ولو تلاحظ انه جناح نادي الفتح الايمن
داخل للعمق تماما، عشان كذا بشام حريجي ما يدري وين يوقف. هل انا اطلع وافتح، او اني اطلع مع اللاعب الجناح وافتح خيار تمرير للاعب الاهلاوي؟ في اغلب حلقاتك يا عاصم دائما تركز على التناغم ما بين الجناح والظهير، لهالدرجه يا عاصم هذا شيء مهم؟ هذا كره القدم الحديثه، الظهير اصبح حل، لان الظهير يسمى الغير متوقع. في كل مباراه لاي فريق في العالم لما الظهير يسوي شيء في المباراه، لاحظ اللقطه جيبها من البدايه للنهايه، تلاحظ ان الظهير ما احد ما احد شاف الظهير وهو يسوي كل شيء، لان الظهير ينطلق من نقاط عمياء ما انت ما تدري عنها. تلقى الجناح مستلم، وفجاه الجناح تلقى الظهير قاطع، او العكس يلعب الكره الطويله للظهير الايمن. طبعا قطت التسع دقائق عبد الرحمن اسرع، خنت قيدتنا بهالوقت هذا دليل اني اتكلم فنيا. خلاص يا جماعه اللي بعده. هذا دليل اللي بعده. لا خلاص خلينا نختصر. طيب فخلنا نقول انه الفتح شفت قوي، الجناح للداخل في الحاله الدفاعيه، احنا سكرنا منطقه المناوره للنادي الاهلي، فبالتالي رياض محرز يجب انه يكون خارق سوبرمان عشان نخلق موقف. وكالعاده اللي يطلب بين الخطوط لاعبين منتهين تماما، ما عدا كيسيه طبعا. لا دارسي يقدر يستلم وبحره للمرمى او ينزل يستلم بين الخطوط، فيرمينو لاعب منتهي، تكلم منتهي فنيا. بالتالي شوف الفكره اللي يطلع فيها النادي الاهلي عشان يسجل، فكره واحده قفلها النادي الفتح. ونادي الفتح كان صبور، لما نادي الفتح يطلع بالكوره صبور جدا، ما يستعجل انه يصعد الكوره. والنادي الاهلي اصلا ما يضغط بشكل عالي، ما يطلع كل خطوطه في الضغط، حتى لو طلع كل خطوطه في الضغط مش حاد على حامل الكره، يعني الحامل الكره لما يستلم ما ينقض عليه اللاعب النادي الاهلي، تحس انه نمطيه الضغط خلينا نقول متوسط، اتكلم مش كمنطقه افتكاك، كتحديه في الضغط انها متوسطه جدا عشان الاحمال البدنيه على اللاعبين الاهلي، عشان المدرب ما يبغى يبدل لانه ما في خيارات في الدكه. الان حتى تبديلات الاهلي نسخ لاصق المباراه الماضيه. الان يا عاصم اصبح الجناح الايسر مطلب للنادي الاهلي، الان لازم يتدارك الوضع في فتره الانتقالات. يا جناح ايسر ولا بتروح على ظهير ايسر ويا ليت كلها. وطبعا المهاجم طبعا هذا اول شيء. ما في يا اخي، لاحظ فراس البريكان يوم دخل، لما نقول مهاجم يطلع للامام، تارجت يضرب في عمق الملعب. يا اخي لاحظ انه فراس مهاجم، احنا لما نقول مهاجم شوف الكره اللي لعبها رياض محرز، لاحظ تحرك فراس قطع على الداخل. فيرمينو وينك؟ احنا شفنا ولا قطع لك. صح. فاحنا لما نقول انه هذا الشكل، لو نجيب مدرب خبره وعبقر يقول شغل لي هذه المجموعه ممكن يخترع. لو تجيب مثلا اي مدرب من صفوه كره القدم ممكن انه يشكل لك افكار في هذا الفريق، بس ياسلا انت لازم تدعم له يا اخي، فهمت؟ فهذا قدرك يا نادي الاهلي، اجلب لاعبين اذا تبغى تنافس. وانا قلتها في مباراه العروبه، نتيجه 2-0 لو يفوز الاهلي 6-0 الاهلي فيه مشكله. وكل الاستديوهات التحليل طبعا كلهم قالوا مستبشرين بالنادي الاهلي فبالتالي كلامي صح. انا صراحه والله اني يعني يا اخي لا تعشقون على الناس، المشكله في غلط يا والله والله كلامك دائم يصيب والله صراحه. انا انقهر، انا صراحه من اقرب الناس لك، يعني انا دائما تقول اشياء فعلا تصيب. اللي بعد توفيق الله يعني. بس سؤال على السريع، لماذا خسر الاهلي؟ طبعا بشكل مختصر، لماذا خسر الاهلي؟ لانه يعتمد على فكره وعناصر تطبيقها مش موجوده، باستثناء الاساس اللي هو رياض محرز، لكن باقي العناصر مش موجوده. هذه النقطة. النقطة الثانية، لأنه الفتح قرأ على أهلي، عارف مشاكل الأهلي وقاعد يضرب هذه الفكرة. المدرب ما عنده خطة بلان بي بلان سي، حاول يعدل في الشوط الثاني، بس للأسف أنت لما تحاول تعدل أنت تعتمد على الحظ، هل بينجح هذا الحظ ويخدمك وتسجل ولا لا؟ لأن كرة القدم مش مبنية على صح وخطأ. ولماذا خسر النادي الأهلي؟ لأنه يكابر إلى الآن. في عاصم سؤال لو تسمح لي بس، انه صراحه شدني لاعب كيسيه، احنا نشوفه مختفي، ما هو اللاعب كيسيه الموسم الماضي، هل السبب تواجد فيرمينيو من امامه؟ لان شفنا في الموسم الماضي لما بدع كيسيه كان اللي امامه مين؟ اللاعب فيجا، هل هذا سبب؟ لا، هو كيسيه شوف مشكله زياده، لو احنا طبعا انا في كلام كثير ابغى اتكلم،
ثنائية زيادة الجهني وكيسيه ثنائية ظالمة للاعب كيسيه. كيسيه هو اللي يصعد من الخلف، كيسيه هو اللي يحاول يكون بوكس تو بوكس، ما في لاعب يسويها في كرة القدم، هو اللي يصعد ويكون بوكس تو بوكس. جمع الثنتين. أي أنت بتكون أصلاً بتكون أنت حتستنزف بدنياً. ولو لاحظ إنه في أغلب الأدوار من يوظف مان تو مان، لأنه سفيان بن دبكة هو عقل نادي الفتح، من يوظف مان تو مان هو زيادة جهني، لكن سفيان بن دبكة أكل زيادة جهني. لاعب غير متمرس على 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 وسط مثل في هذه العناصر ولاعب جنب المشكله يا عاصم. السؤال الغريب ان الاهلي احضر يعني لاعب محور مواليد 2003، ما نشوفه يشرك الا كبديل. هذه احنا لما نقول المدرب يا عينه شغلك وين، اخلق لي توليفه جيده تخدم كل اللاعبين وتطلع امكانياتهم. انت الحين اختزلت من امكانيات اللاعب كيسي. جميل. طيب يا عاصم نطلع على مباراة النصر والفيحة وفي القصيم. يا سلام. لكن قبل نتكلم عن نادي النصر، كيف فاز النادي النصر برباعية؟ دافع بالاشتراك وهاجم باللايك وتحول بالشير. يا سلام يا الله عليك يا عاصم. النصر والفتح طيب. 6 دقائق يقول بس الأهلي فكينا حنا. إيه النصر والفيحة، كثير من جماهير نادي النصر يقولون الله يا أخي في المباراة هذه افتكينا من الخيبري. ممتاز. شفنا فيه طابع هجومي لما ممتاز. تتكلم عن تاليسكا، رونالدو، غريب، ماني، بروزوفيتش اللي هدف اليوم برضه ممتاز. وتافيو. جميل. فوش رأيك بكلام جماهير نادي النصر؟ هل تغيير التشكيلة وإبعاد الخيبري سبب تفوق النصر برباعية؟ أول شيء ما هو خصم نادي النصر؟ فيها. الفيحة مغير مدربه ولا لا؟ نعم مغير مدربه، مدرب سويدي، مدرب بلا خبرات. الفيحة جاي من فوز ولا جاي من خسارة؟ جاي من خسارة أمام التعاون. النصر المدرب الهدف الثالث يسجله النصر على طول الكاميرا تروح على كاسترو، مش سعيد. بس فايز 3. النتيجة خداعة. أنا قبل شوي صرت إيش؟ محلل، أحلل بس ماخذ شو اسمه فنيلة المشجع الأهلاوي. الحين أنا بأخذ فنيلة المشجع النصراوي. النتيجة هذه 4 غير طبيعية، مش كويسة للنصر. عاصم مش إيجابية للنصر. يا أخي هذا يتفلسف علينا يا أخي، دخل التحليل. مش إيجابية للنصر. النصر فايز 4 يقول مش إيجابية لنادي النصر، أقنعني يا أخي. 4 الفوز لما تلاحظ الأهداف وتلاحظ الوضع أسوأ لاعب في المباراة مين؟ أخذ تقييم سلطان الغنا. كيف فريق فايز 4 وياخذ الأسوأ لاعب من الفريق اللي فايز 4؟ وش غريب صح؟ شيء غريب. يلا ها هذه نقطة أنا أعطيك إياها. طيب ممكن إن حالة شاذة، اللاعب كله اللاعبين كويسين إلا هم. ما في فريق يلعب كرة جماعية يفوز 4، يلعب كرة جماعية يفوز ويكون أسوأ لاعب في المباراة من اللاعب هذا. دليل إنه النصر فاز بمجهودات الفردية. صح؟ صح. طيب المدرب يستبدل اللاعب وتافيو، اللاعب زعلان وتداولت المقطع وانه زعلان ومتهاوش مع كاسترو. بروزوفيتش ايضا، هل الفريق جماعي اليوم ممتاز؟ لا، المشكله في تطبيل يا اخي. استديوهات تحليليه تطبل للفريق. غلط يا اخي، والله غلط. لا تطبل للفريق، عنده مشاكل يا اخي، عنده مشاكل فنيه قويه جدا. طيب عطني من ضمن المشاكل. النصر يفوز 4 لانه الفيحة فريق، الفيحة معليش فريق في دوري يلو، ممكن نيوم افضل من الفيحة، مع احترامي طبعا للفيحة. اتكلم عن الشكل اللي انا شفته في الفيحة. الفيحة يطلع يهاجم، يطلع بكل اللاعبين، لما يرجع يرتد ما يعرف شلون يرتد. اكيد اني بسجل عليه. طيب الان طبيعي يا عاصم لما شخص يتابع فريقه خلاص ينبسط بالنتيجه، لكن وش الاشياء او العيوب اللي شفتها بنادي النصر اليوم مع انه فايز برضه؟ طيب العيوب، النصر في هذه الاسماء الضغط العالي في النصر حيسبب كارثه للنصر. انماط الضغط العالي غلط في النصر، غلط كامله. ما ودي اصير نصراوي ولا ودي اصير اهلاوي ولا ودي اصير هلالي ولا ودي اصير محلل معي، بس مرات ودك يا اخي غلط اللي يسويه النصر. طبعا المشكله مش في المدرب، المشكله في المدرب يتحمل واللاعبين والوضع الاداري اللي قاعد يصير في النصر يؤثر في الملعب. بس يا اخي لما يا اخي لاحظ النصر يخسر الكره هنا في ملعب، خلينا نتكلم في ملعب يا اخي. انا بشرح محاضره تكتيكيه
ودائما انا اشرح محاضرات. النصر يخسر الكره افترض هنا، كريستيانو يضغط، تاليسكا يضغط، وتافي وبروزوفيتش يضغطون. اخي والله ما هو منطقي ذا. تمام. طيب انت افتكيت الكرة، حلو، افتك النصر مرة كرة وتلسكا ناول كريستيانو، صح؟ ضغط عالي وهذا كويس ممتاز. طيب لا تكرر هذا الضغط لانك اصلا انت مش ما تجيد هذا الضغط، مربعات المربعات اللي تطلع تضغط فيها غلط، وحتى اللاعب اصلا لاعبين النصر يسترجلون في عملية الضغط على حمل الكرة، لا تسترجل. ترى عملية الضغط عملية منظمة، هذا لما يضغط، لما نقول مثلا اللاعب الجناح لما يضغط لازم اللاعب الظهير يروح نفس الخطوات، اشياء مدروسة. يا اخي الضغط الكورة جماعية، الا انت لما تستلم الكورة في الثلث الهجومي وتسدد كورة هذه مو جماعية، هذه فردية. طب عاصم وش تعني انت لما تخسر الكورة انت الان 100% جماعة، فهمت؟ الحين لما يطلع ساديو ماني واللاعب الظهير واقف، طيب اوكي واقف، هل هذه فكرة عن اننا نوقف بناء على الخصم، ولا واقف لانه اصلا ما استوعب انه هذا استرجل عشان يضغط؟ فعملية الضغط عملية يعني خلينا نقول انها تكون كتلة واحدة، هذا يتحرك هذا يتحرك، عشان انت شطرنج تسكر المربعات. طيب لاحظ ان الفيحة، حتى الفيحة لما اقول انه معليش اللي يلعبوا فريق دوري درجة اولى، انه لاحظ لاعبين نادي الفيحة، قلوب الدفاع كبار سن اعتقد الخيبري انا متأكد، بس اللاعب الاخر الثلث الهجومي كامل لاعبين تحت 20 سنة اعتقد، وشكال اللاعب الطرف لاعب مهاجم، وهذا اللاعب بهذل النصر. والله الوضع حوسه يا اخي، شوف طيب كيف نتيجة أربعة نتيجة مطمئنة فنية، نتيجة خداعة يا رجل. يعني الآن أفهم مع احترامي أنا شفت اللقاء، شفت قبل نصور قاعد أشوف، بس لا تقول أسماء، لا بقول أسماء يا لا 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 تقول لا تقول يا أخي، شفت برنامج خالد الشنيف، الضيوف اللي معاه كلهم ذكروا إنه النصر ممتاز، إنه بروزوفيتش هو قائد الفريق، قائد الأوركسترا، يطلع الكورة. يا أخي أنا لو أدخل على مع النصر بطلع الكورة جيد، لأنه من ألعب أنا لعبت التفيحة. هذا مو الفريق خسر من الهلال 4، صح؟ صح. طبعا خسرها لأسباب ذهنية طبعا قلناها، بس مباراة النصر والرائد، الرائد مو منظم 100% بس 60% تنظيم، مو خطف تعادل من النصر. النصر قضية تنظيم، متى ما لقى فريق بينظم خطوطه حيعاني هذا النصر، حيعاني. يعني اليوم ملخص ومعاناة النصر ما راح تطلع الحين، ترى راح تطلع نصف الموسم لاعبين إصابة، ولاحظ تبديلات المدرب، ترى تبديلات عشان ما يخسر اللاعب بعد ست، لأنه النصر فيه معدلات ركض. إيه على طاري الإصابات يا عاصم، أنت الآن حتى شفناها بالموسم الماضي لنادي النصر، أنا ما أدري مشكلة عيادة، مشكلات مشاكل أخرى ما أدري، لكن أنت الآن ناديك حساس بجانب اللي هو جانب الجهد البدني والإصابات، وخصوصا الإصابات العضلية، تلعب بهالأسلوب. شوف عبد الرحمن، أنا ألعب كورة، أنا شخص ألعب كورة، لاعب الكورة مش لاعب أداء ولا لاعب جري، عضلة لاعب كرة القدم ترى تختلف عن اللاعب الجري، لاعب العداء، لاعب العاب القوة، لاعب الكمال الأجسام، السباح، كل العضلة تختلف. لاعب الكورة لو تجيبه وتابع تقول له اقطع لي خمسة خلنا نقول كيلو ركض، ترى لو وصل آخر نقطة ممكن تخسر اللاعب. فمعدلات الركض في النصر يا رجل كارثية، لاعب يروح يضغط على حامل الكرة ثم يلاحظ انه جاي مع زميل وزميل وزميل وزميله، ثم يتفاجئون ان اللاعب الخصم نقل الكرة، فبالتالي احنا نروح نرجع ونرتد. وش ايش احنا ما نلعب حواري لا اصلا معدلات ركض غير فعالة، عشان كذا لاعبين النصر يصابون. اي لو استمر النصر على هذا الاسلوب لا سمح الله ممكن ان نشوف اصابات في منتصف الموسم. اذا استمر هذا النصر راح يخسر بروزوفيتش وتافيو أظهرته، اللاعبين اللي خلنا نقول أكثر لاعبين يركضون في الملعب.
وطبعا كل هذا عشان يخدمون كريستيانو عشان انه لاعب كبير في السن، عملية انه لما يخسر النصر الكورة. وايضا انت زايد ان الطين بلة ملعب معه تاليسكا. انا ما ابي اتشمت بس هذا وضع فعلا مخيب. طيب يوم تقول يلعب معه تاليسكا بعد جمهور نادي النصر يقول اليوم والله يا اخي شفنا ثنائية جميلة. شف يعني خلينا نقول هدف تاليسكا الاول تمام اللي صنع مين؟ كريستيانو بلمسة. ترى النصر يلعب مع الفيحة تكفى، ترى مو يلعب ضد برشلونة عشان نقول اربعة كويسة، ترى يلعب ضد الفيحة. يا اخي لا تكبر الموضوع يا استوديوهات تحليل، لا تطبل تكفى، اربعة نتيجة طبيعية النصر يفوز. يعني يلعب ضد الفيحة. ثنائية رونالدو تاليسكا ما تنفع بالعمق. مو الفيحة، الفيحة مش الفيحة اللي نعرفه، الفيحة هذا مش فيحانة. تدري ولا لاعب اجنبي مع نادي الفيحة الا ساكالا. خلاص شوف، لما الناس تطبل، معليش لما الناس تطبل ما تدري، ما تعرف كرة قدم. نادي الفيحة ترى ما فيه لاعب واحد ومعدل الأعمار صغير، إن نصهم كبير ونصهم تحت 19 سنة. إيش هذا وتفوز أربعة بتطبل؟ اللاعبين النصر ماخذين وضعية إنه خلنا نقول مثلا ما أبي أسمي أسماء، بس مثل الولد، مثل الولد العاق اللي جايب العيد، بس يوم يجي كبار ويصلي والله هذا ولد ممتاز، والله هذا ولد جيد، كفو. طيب انت تدري انه عاق اصلا، ليش تطبل يا اخي؟ تدري انك بتسبه المباراة الجاية، لا تطبل له الان، لا تعشم الفريق. كل الناس اغلب النصراوي ما يبغون تاليسكا يستمر بالفريق، الحين الناس تطبل تاليسكا. اوه سجل ماني، والله اليوم صنع، اليوم ماني متحرك، متحرر، حرر الفريق. رجعت عبد الرحمن غريب أثرت. لازم أن تشخص المشكلة، ادرك النتيجة، شخص المشكلة. أنت امسك الفريق لو فايز 15-0 شخص، خليك طبيب فني وشخص. في مشاكل؟ ما في، طبل. 15-0 في مشاكل؟ لا طبل. بس أنا ما أحكم طبعا، الجمهور ما يفهم بالكورة، بس أتكلم عن شخص يفهم كورة اللي يطلعون في الاستديوهات. يا أخي لا تطبل، أرجوك لا تطبل. وصلت يا عاصم، ثنائية بروزوفيتش اليوم إنه إحنا حاطين ثنائية بروزوفيتش وتافيو، وواو يا شيخ. أكيد واو، أصلا الثلاثي الهجومي، الثلاثي الهجومي لنادي الفيحاء لاعبين صغار سن، ما يدري وين يجري، ما يدري وين يضغط، أصلا عنده رهبة يروح يضغط على بروزوفيتش. أنا وإني لاعب محترف وصغير وبديت ألعب مثلا، يا أخي قدامي لاعب مثل بروزوفيتش بغض النظر عن وضعية فريق، يا أخي أنا ما أسترجي، أروح أقطع الكورة منه، أبغى أروح هابد هابد هابد. ترى لاعبين صغار سن كلهم 19 سنة. واو ثنائية، طب أنت قاعد تطلع ذي الكورة ضد خلينا نقول ضد وسط مثل نادي الاتحاد، ولا وسط مثل نادي الأهلي، ولا وسط ضد نادي الهلال. لا تطبل أرجوك، معليش والله الحلقة ما وصلنا. لا 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 بالعكس، بس أنا أتكلم عن وضعية الفيحة. الفيحة لما يصعد ما يعرف يرتد، الفيحة لما يصعد ما يعرف يرتد، وكل شيء على هالمسكين شكالة، مع ذلك بهذن النصر. وأيضا لما نلاحظ، ولاحظ إنه المدرب، شف مدرب نادي النصر لعب، خسر عبد الله الخيبري ولعب تاليسكا، لأنه يدري إنه الفيحة هذا وضعه، يا خلنا ادخل افضل يعني لاعبين فرديه. يعني ممكن ما راح يستمر بهالتشكيله، بعدين ما راح يستمر بهالتشكيله اصلا، غير متوازنه، لا على مستوى كل الاصعده، بس انها مغريه على ضد، على فريق ضد نادي الفيحة. وضحت يا عاصم، فهمت؟ وضحت، اتمنى انها توضح ان شاء الله. طيب سؤال الحلقة، خلاص اسال عبد الرحمن، انا صدع راسي. الله تبي بنادول؟ معي بالشنطه. خلاص انا ما ابي احترق، اتمنى كله وراك تفوز. والله شكرا. بالعكس يا عاصم، شكرا من نظرتك الفنيه انه قاعد تحترق علشان الانديه، لانه الى الان ولا شخص يا عاصم، كل واحد يجيك يقول هذا نصراوي، هذا اهلاوي، هذا هلالي، هذا اتحادي. فانا اشكرك صراحه على المهنيه، وانك قاعد يعني توصل. ليه تفرق زي الهلال عشان ما احترق وصير دائما هلالي. يلا اسال، خلنا اسال الحلقة للأهلاوية. باقي 5 أيام يسكر السوق، ما في صفقات. اوكي المدرب يصرح لجنة الاستقطابات ما جابت لنا لاعبين، بس يا اخي وين التحرك يا اخي؟ مش معقول ان الاهلي ترى ما راح يسوي شيء يا رجل في الملعب.
أعرف أنا كرة القدم وواقع كرة القدم هذا المدرب ما يقدر يخترع بهذه الأسماء أبدا، ما عنده شيء فيه أو ما عنده إرث إنه عنده تجارب يقول خلنا نسوي التجربة اللي سويتها أنا عام 2015 مع نادي ذا. ترى مو أنشيلوتي مش مورينو هو المدرب، ترى مدرب اسمه ياسر جاي كنت ما تدري قبل لا يدرب الأهلي والله إنك ما تعرفه، صح ولا لا؟ صح. فاحترموا يا رجل مشجعين الأهلي، قسم بالله احترقوا. هذا بالنسبة للأهلي النصراوية. الأربع لا تطبل أرجوك، أنا أسأل النصراوية العقلاني لا تطبل. والعقلاني هذا سؤال لك، هل هذه الأربعة مطمئنة لك وتقول ولا في مشكلة في مشاكل في الملعب؟ الأربعة سؤال الأربعة حسمها الفريق جماعيا ولا بسبب جودة الأفراد عند اللاعبين النصر؟ ولا الجماعيا وخلف جماعيا في الملعب وغرفة الملابس والإدارة والمشاكل اللي تصير برا، هل لها هل في مشاكل ولا لا؟ وش وضع تفاؤلك للفترة القادمة؟ طبعا الآن في فترة توقف، شو وضع تفاؤلك للفترة القادمة للنصر يا مشجع النصراوي؟ هذا سؤالي. الله يا سألته عنك يا عبد الرحمن، يعطيك الف عافية يا عبد الرحمن. الله عليك، شكرا لك. وقبل تختم ألف 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 شكر، لأنه الحمد لله بعد توفيق الله إن شاء الله خلاص شرفنا على 20,000 مشترك. جزاكم الله خير، وإن شاء الله أن نكون أنا وعاصم عند حسن ظن الجميع. الله يسعدكم، شكرا لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ربي وأتوب إليك. السلام عليكم.